حول جهود مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي آخرها سفينة المساعدات الإماراتية التي وصلت إلى العريش، كان الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري قد وافانا بهذه الرسالة والتي ثمن فيها محافظ شمال سيناء ثمن الدور الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في دعم الأشقاء في فلسطين. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية والدولية الكبيرة من أجل استقبال المساعدات المتنوعة وإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث معكم اليوم من ميناء العريش البحري والذي استقبل أكبر سفينة مساعدات إماراتية قادمة من الفجيرة، وصلت بالفعل إلى ميناء العريش البحري بعد 18 يوما من الإبحار. نتحدث عن أكثر من 5000 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية، فضلا عن المساعدات الإيوائية للشعب الفلسطيني الشقيق، هذا بالإضافة إلى وصول مستشفى عائم إماراتي كبير ليلبي كل احتياجات الأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمرضى. هذه المستشفى بالفعل تتكون من 4 طوابق بها عيادات خارجية وبها عناية مركزة وصيدلية ومعامل تحاليل وغيرها من المستلزمات الطبية والدوائية الأخرى. إذن نحن أمام يعني مساعدات دولية كبيرة استقبلتها مصر من ميناء العريش البحري، والذي أصبح مجهزا لاستقبال كافة المساعدات لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.